السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. مثل ما بتعرفوا قناتي قناة منوعات تعليمية، فبينزل فيها أي شيء، يعني من أخبار، من معلومات، من تعليم، من أي شيء بدنا ينزل فيها القناة. فاليوم جايب لكم خبر عن عدد السوريين اللي حصلوا على الجنسية الألمانية بألمانيا بسنة 2020. في صحيفة ألمانية ذكرت تقرير عن موضوع اللاجئين السوريين اللي اجوا على ألمانيا، وبالإضافة كانوا عم يعملوا إحصائية وبدنا نشوفوا قديش في تجاوب وفي إقبال على موضوع الجنسية، بالإضافة إنه في اندماج في الأمور كلها موجودة بألمانيا بالنسبة لموضوع السوريين. طبعا هاي الأرقام اللي بدي أذكرها هلا والإحصائية اللي بدي أذكرها هلا هي جاي عن طريق إدارة الإحصائيات يلي مدينة فيسبادر، تمام؟ فهي المعلومات كلها إن شاء الله دقيقة، وبالإضافة إنه مكتوب عنها بصحيفة من الصحف الألمانية، تمام؟ فالدراسات اللي عملوها إنه بدنا نشوفوا قديش عدد السوريين اللي حصلوا على الجنسية الألمانية لغاية سنة 2020، فالنتائج كانت تفاجأوا إنه ارتفعت نسبة الحصول على الجنسية الألمانية للسوريين بنسبة 74% بسنة 2020. فالرقم كان والنسبة كانت كبيرة بالنسبة لأنه سنة عن سنة عم تزيد، تمام؟ وصرحوا أنه عدد اللاجئين اللي حصلوا على الجنسية الألمانية لغاية سنة 2020 اللي هي وهن عددهم 6700 شخص سوري حصلوا على الجنسية الألمانية. طبعا هاي التصريحات مثل ما قلت لكم جاي من إدارة الإحصائيات بمدينة فيسبادر، وهي الإحصائيات أكدت أنه أكثر جنسية موجودة بألمانيا حصلت على الجنسية الألمانية اللي هي جنسية سورية، يعني الأشخاص السوريين إن أكبر نسبة حصلوا على الجنسية السورية من بعد الأتراك، يعني نحن أخذين المركز الثاني، تمام؟ لأنه المركز الأول هن الأتراك، لأنه الأتراك في نسبة كبيرة كمان موجودة هون بألمانيا، فكمان الأتراك نسبتهم هي الأولى لأنه عم يحصلوا على الجنسية الألمانية. أيضا ذكروا بالإحصائيات اللي عملوها أنه بسنة 2020 تراجعت نسبة الأتراك اللي عم يحصلوا على الجنسية الألمانية، تراجعت بالنسبة لسنة 2019 كانت مثلا زيادة، لا بسنة 2020 الجنسية التركية أصحاب الجنسية التركية خفت نسبتهم بسنة 2020، تمام؟ فهي الدراسات كانت، يعني نحن ما فينا نقول انه دقيقة 100%، بس هي دراسات عن يعني عن مركز معروف ومصرح بهذا الشيء، تمام؟ فصراحة يعني نحن اللي عم نلاحظه واللي عم نشوفه بألمانيا انه الشعب السوري في فئة كبيرة جدا عم يبلش حياة جديدة هون على هدف انه يستقر هون، انه في حيصير في استقرار، بده يستقر بألمانيا، لأنه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الوضع بسوريا كل العالم شايفه كيف، يعني مو معروف الموضوع بسوريا حيستقر ما رح يستقر، يعني ما فينا نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحسن شيء. ففي كتير عالم بلشت إنه خلاص بدها تتأقلم على الوضع هون بالبلد وتتأقلم على كل شيء بهي البلد وتبدأ حياة جديدة وتأسس حياة جديدة. طبعا من أساسيات التأسيس الحياة هون أنه الواحد يحصل على الجنسية، تمام؟ يعني أنت وتحصل على الجنسية الألمانية حيكون في فرق كبير وحينفتح لك أبواب كتيرة بحياتك، يعني عندك أنت وتحصل على الجنسية الألمانية بألمانيا رح ينفتح لك 176 دولة، تمام؟ يعني 176 دولة رح تنفتح، وراح تنفتح الابواب قدامك وتصير تطلع وتسافر وتعمل بزنس وتساوي اللي بدك اياه وتظبط امورك، ان كان شغل، ان كان علاقات، ان كان اي شيء بدك اياه انت. هي الشغله يعني ميزه حلوه بالجنسيه الالمانيه، بالاضافه انك انت خلص تعتبر مواطن هون
مثلك مثل أي مواطن ألماني، وحيكون في لك حقوق أكتر وميزات أكتر بهذا الموضوع. تمام؟ فبصراحة حبيت شارككم هاي الأخبار اللي صدرت عن الصحف الألمانية، وحبيت بس أعطيكم معلومات إنه في 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 تطور من ناحية السوريين، وما بحكي عن السوريين بس، حتى في جنسيات تانية كمان في إلى بصمة هون وعم تثبت وجود وعم تعمل بصمات كتيرة يعني. تمام؟ فحبيت شارككم هذا الموضوع. إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة وعملوا لايك وشاركوا الفيديو وفوتوا على القناة عندي وتفرجوا على محتوى القناة تبعي، فيها كتير معلومات، فيها كتير شغلات، بالإضافة إنه إن شاء الله عم طورها شوي شوي، وكل ما عم بيكون في أفكار جديدة وتطوير جديد عم تتطور، ورح تشوفوا إن شاء الله شغلات أحلى بمستقبل إن شاء الله. فبتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.